السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في قناه عالم هباك. ارحب بكم من جديد، فيديو جديده ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتلقاكم في اتم الصحه والسلامه وانتم كتشاهدوا دائما مع جديد الابتكارات والاشياء المدهشه للمطبخ والحمام وللمنزل ككل، ادوات واجهزه ومنظمات وافكار وحيل اللي غتنال الاعجاب ديالكم. فخليكم مع تتمه الفيديو الى الاخر باش نكتشفوا جديد هذا المنتوجات وكيفاش كيستعملوا. فكنتمنى من اللي اول مره كيشاهد القناه من خلال هذا الفيديو انه يشرفني بالاشتراك والضغط على زر الجرس وتختاروا الكل باش توصلوا بكل جديد الفيديوهات المقبله باذن الله. وايضا ما تنساوش لي لايك ديالكم للفيديو، هكذا كتدعموني وتشجعوني، وشكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه والدعم وعلى التعليق ديالكم المحفزه واللي كتفرحني بزاف بزاف يا اغلى متابعات ومتابعين اينما كنتم. وكما شفتوا ادوات وتكنولوجيا اللي خرجات جديده واللي غتنال الاعجاب ديال جميع السيدات اللي غتحافظ على صحتهم وايضا من المشقه والتعب اليومي والروتينات اللي ما كتسالاش. بطبيعه الحال هاد الادوات اللي غتوفر لك الوقت ديالك والجهد ديالك والتعب، فادوات وتكنولوجيا اللي نفعتنا بزاف في الحياه اليوميه واللي غتعشقها كل سيده اكيد. فمنتوجات بالنسبه للناس اللي كيسولوني عليهم، فكنتمنى انكم تبقاو تفرجوا الفيديو من الاول حتى الاخر، فانا اكيد كننزل لكم جميع المعلومات ديال هاد المنتوجات الموجوده في الفيديو. فبالنسبه لهاد المنتوجات او الاجهزه المطبخيه سريعه الطبخ، فهي كتوفر خصوصا الوقت الناس اللي كتكون عندهم وقت ضيق. فايضا منتوجات اللي غتلقاوهم في بيع ديال الاجهزه ديال الالكترونيه او على جروبات اونلاين وعلى صفحات تيليجرام، ايضا كاينين موجودين ايضا في جميع البلدان سواء عربيه او اجنبيه، كاينين منهم اللي متواجدين فقط في الاسواق العاديه. كما هذا المنظم هذا فهو متواجد في اسواق اللي كتكون عاديه جدا عند المحلات ديال بيع المنتوجات او المنظمات بالنسبه للمطبخ. كذلك هنايا عندنا هاد المنتوجات بالنسبه للميكاب او بالنسبه للعنايه بالبشره او ادوات ديال التجميل، فهي كتنظم لكم الحاجه وكتحافظ عليها في نفس الوقت باش تبقى بالكاليتي ديالها. كذلك هنايا عندنا مجموعه ديال المنظمات اللي كتستعرض هاد السيده الصينيه المنتوجات اللي خدات المنزل ديالها. ايضا هنا منظم بالنسبه للدولاب اللي مقسم اكثر من اجزاء اللي يمكن لكم ايضا توضعوا فيه بزاف ديال الحويجات ديالكم. كذلك هنايا اجهزه اللي سريعه الطبخ كما قلت لكم واللي كتوفر الوقت ديالكم. ايضا موجودين منظفات اللي فعاله كما كتشاهدوا معايا، فهي كتوفر لكم بزاف ديال المتاعب وديال المشاكل بالنسبه لاختناق التواليت او القرقره او الحوض. كذلك هنا غساله اللي يمكن لكم تغسلوا فيها الملابس البيبي او الملابس الداخليه والملابس ديالكم، ايضا يمكن لكم تاخذوها ومي كتكونوا غادي مسافرين او انكم تاخذوها معكم. فايضا في السياره ما كتاخذش واحد المساحه اللي هي كبيره، فهي قابله للطي. كذلك هنايا عندنا مجموعه ديال المنتوجات اللي خرجت جديده بالنسبه للناس اللي كيعانيو من الرقبه، فمنتوج اللي جد رائع. كذلك هنا اللي بواحد الجوده رائعه واللي ايضا ما كتزعجش الناس اللي كتكون ناعسه بالليل، فاشياء اللي هي جديده ومنتوجات اللي بجوده جد ممتازه. كذلك هنايا عندنا حامل الفرشات والمعجون الاسنان ايضا فهو معقم. وندخلوا لهاد الاواني المنزليه الراقيه طبعا، فاشياء اللي غتحتاجها كل سيده في المنزل ديالها. كذلك هنايا عندنا واحد الثلاجه اللي هي صغيره وايضا ما كتاخذش مساحه كبيره اللي يمكن لكم تاخذوها معكم في الصيف، فايضا كتوفر على واحد البرنامج اللي يمكن لكم تعملوا فيها بزاف ديال الاشياء مثل الموسيقى واللي كتخدم بالويفي، تكنولوجيا اللي هي حديثه جدا واللي ابهرتني.
وعجبتني، وطبعا غتنال الاعجاب ديالكم ايضا حتى نتوما. فممسحة اللي جد مبتكرة اللي كتوفر على واحد الامتصاص اللي جد هائل. كذلك هنايا عندنا هذا المنظم بالنسبة لبزاف ديال الحويجات فهما متعددة الاستعمالات، فقط كيعطيكم ريفيو ديال هاد الاشياء الجميلة المدهشة كيفاش انكم تقدروا انكم تستعملوهم. ايضا هنا عندنا العلاقه بالنسبه لهاد العليلقه، يمكن لكم تثبتوها هكذا في الباب او في المطبخ او في الحمام. كذلك هنا جهاز بالنسبه للجهاز كيعقم الاحذيه، كذلك يمكن لهم انهم ينشفهم. فكنتمنى من المتتابعات والمتابعين اللي متابعيني من خلال يوتيوب انهم ايضا ينضموا الى الصفحه ديال عالم هبه طوب اغتيل اللي موجوده الصفحه على الفايس. هكذا يمكن لكم تخليوا لي الميساجات ديالكم او التعليق ديالكم اللي باغي شي منتوج، فانا غنجاوب عليكم في الصفحه كما قلت لكم، وغادي نرسل لكم جميع الروابط والمعلومات اللي غادي تستفدوا منها بزاف بزاف. فغتلقاو الرابط ديال الصفحه في صندوق الوصف، من ثم غادي يديكم للصفحه طبعا. فكنتمنى انكم تشتركوا فيها ايضا وتخليوا لي بالنسبه للاراء ديالكم. فايضا بالنسبه للمتتابعات اللي خارج من ارض الوطن المغرب، فعلى العموم غتلقاوهم في بزاف ديال المواقع ديال البيع ديال هاد الاجهزه الالكترونيه، منهم موقع علي اكسبريس او موقع امازون او علي بابا. ايضا راهم متوفرين، وانا متاكده متوفرين في جميع البلدان حاليا. راه كاينين في المتاجر اللي حاليا كاينه متاجر اللي خصيصه في البيع ديال هاد الاجهزه ديال الانترنت. فبالنسبه للناس اللي كيسولوني على هاد الروابط، فخليوا لي التعاليق وانا نزل لكم الروابط ديال هاد المواقع. فالفكره ديال هاد الكوبيل جد مبتكره ايضا وحديثه. وانتقلوا نشوفوا هنايا عندنا حامل ديال المناديل اللي كتوفر على واحد الاجزاء اللي يمكن لكم ايضا توضعوا فيها الهاتف ديالكم وتليكوموند. ايضا هنايا عندنا مجموعه ديال المنظمات اللي كتنظم المطبخ سواء من تحت الحوض او فوق البوطاجي، واللي كتوفر على واحد الرويدات اللي كيسهل باش انكم تجروهم. ايضا هنايا عندنا هاد التوشيات اللي يمكن لكم توضعوا فيهم الحاجات اللي كتكون سخونه، فما كتاخذش مساحه اللي هي كبيره، وهذا هو الاساس والاهم من هاد المنتوجات. كذلك هنايا عندنا منظمات وديكورات بالنسبه للمنزل، شي حاجه اللي هي روعه وراقيه جدا، شي حاجه اللي هي جديده وحديثه. كذلك هنايا عندنا هاد الفكره ديال هاد الفرشات اللي مختلفه وواحد التصميم جديد. كذلك هاد الفرشات تقدروا تلقاوها في البارا فارماسيان. وندوزو نشوفو حامل ديال الخضر والفواكه بواحد الشكل اللي هو جديد وراقي طبعا، اشكال وتصاميم اللي مختلفه واللي شفافه، ادوات ومنظمات بالنسبه شي جوده راقيه وجوده رائعه بالنسبه للشكل ديالهم، او طبعا الجوده ديالهم شي حاجه اللي لا مثيل لها واللي عجبتني انا شخصيا بزاف. كذلك هنايا عندنا هاد العلبه اللي متقسمه على اكثر من ثلاثه اقسام كنظن، ومتوفره على روبيلي اللي يمكن لكم توضعوا فيه السوائل ديالكم او الاعشاب. كذلك هنا فكره بالنسبه للتنظيم ديال المجر، فيمكن لكم تعملوا هاد الفواصل ويمكن لكم تطبقوا كما في الفيديو. فاشياء اللي كتنظم لكم الحاجات ديالكم. فايضا هاد المنتوجات فهي بالنسبه اللي غيسولوني عليهم واش متوفرين في الاسواق اللي كتكون مثل ايكيا او مرجان او غيرهم، فهما كاينين بعض المنظمات او الاجهزه راهم فعلا متوفرين، وانا كنلقاهم شخصيا في مرجان. فما عليكم الا تقلبوا مزيان واكيد غادي تلقاو هاد المنتوجات. كذلك هنايا علبه بالنسبه للكلاص، ففكرتها زوينه بزاف. كذلك شوفوا معايا كتقلص وكتنفخ، شي حاجه اللي ايضا كما كنقول لكم ما كتاخذش واحد المساحه اللي هي كبيره، بالعكس فهما كيوفروا لكم على مساحات اضافيه.
فيمكن لكم انكم تاخذوها معكم وانتم خارجين تعملوها في الساك ديالكم. ايضا هنا عندنا واحد الشبيكه اللي شبيكه بسيطه لكن لها دور كبير ايضا في المطبخ. وندوزو بالنسبه ايضا للتنظيم ديال الدولاب، فهاد الشبيكات ديال البلاستيك جد عمليه واللي كينظموا بالنسبه للناس اللي ما عندهمش طبقات، شي حاجه اللي هي فكرتها زوينه بزاف. كذلك هنايا فكره ديال هاد الكراسة اللي كتثبت هكذا في الحائط، وندخلوا لهاد المقاطع اللي متوفرين ايضا واللي موجودين اللي كينظموا سواء في المطبخ او في الحمام طاجرات اللي هما جد عمليين في التنظيم. فبالنسبه لهاد الطاجرات او الشبيكات فكنصحكم انكم تاخذوهم اللي مصنوعين من الفولاذ، لان كاينين واحد الجوده اللي كتكون ناقصه شويه فهكذا كتصدي، فما كنصحكمش بها. ايضا ندخلوا لهذا المقطع واللي فيه السيده اللي كتعمل واحد المنتوج بالنسبه للناس اللي ما كيكونش عندهم دولاب او عندهم واحد المريو اللي كيكون صغير، ففكره ديال هذا المنتوج جد عمليه كذلك، فيمكن لكم تطبقوا فيها بزاف ديال الحويجات، كذلك تعملوا فيها بزاف ديال الساشيات او الشنطات ديالكم بالنسبه للملايات او الكوفرليات، اشياء اللي هي بسيطه لكن كتنفعنا بزاف في الحياه اليوميه. فعلى العموم كنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ولا يعجبكم ما تبخلوش على اختكم باللايك واشتراك وبارطاج مع الاهل والاصدقاء. وشكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه والدعم، ونتلاقاو فيديو مقبل باذن الله. بسلام عليكم.